بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاني فيديو بنزله على الدكتور فكري الصبحي، استشاري ومدير صدر متغير. أنا الرسالة الأولانية بقدمها لحضراتكم رسالة اطمئنان. الفيروس ده زيه زي أي فيروس بيعدي عليه، فيروس الإنفلونزا الموسمية اللي بتيجي كل سنة، وعدينا بإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، بس دوت يعني ضيف رخم شوية عن الفيروسات اللي احنا مرينا بها قبل كده. دوت ما بتنقلش عن طريق الهواء زي ما الناس بتتكلم، هو بيجي عن طريق الرذاذ وبيقعد على الأصبع لمدة 3 أيام، وبيحمله المريض لمدة 12 يوم. دلوقتي القصة كلها بترجع للجهاز المناعي بتاع جسم الانسان. الاطفال اللي اقل من سنتين، اللي فوق سن 65 سنه، دول اكثر عرضه بالاصابه لان مناعتهم ضعيفه، انما الاطفال الاكبر من كده مناعتهم كويسه وقويه. بالنسبه للناس الكبار، الناس اللي هم عندهم امراض مزمنه في الصدر زي حساسيه الصدر والسده الشعبيه والتهاب الجيوب الانفيه، الناس دول اكثر عرضه للاصابه وبيبان عليهم الاعراض اكثر من غيرهم. الحامل برضو بتكون مناعتها ضعيفه. الناس اللي بيتعالجوا من امراض نفسيه برضو مناعتهم ضعيفه. الناس اللي بيتعالجوا من سرطانات مناعتهم ضعيفه. الناس اللي عندهم امراض كبد مناعتهم ضعيفه. الناس اللي عندهم سكر بمضاعفاته مناعتهم ضعيفة. الناس اللي عندها كلى وغسيل كلوي مناعتهم ضعيفة. واحد عنده شرايين ومغير شرايين في القلب وضغط عالي، مش ضغط بس، لا، يكون عنده مشاكل في القلب واحتقان في الرئتين، ده برضو أكثر عرضة بالإصابة. الناس دولت هما اللي احنا خايفين عليهم. المرض دوت والانفلونزا دي بتيجي لكل الناس، انا وانت والصغير والكبير، ولكن بنسبه 85% بيعدي بدون اصابه. في واحد يجي له الانفلونزا دي يعصر، يعمل كوبايه شاي يعصر على ليمونه ويخف. واحد تاني يروح الصيدليه يجيب مجموعه ويخف. واحد تالت يروح لاي دكتور يكشف عليه يديله مضاد حيوي وحاجه للسخونيه يومين ثلاثه ويخف. فاذا الموضوع بيرجع لمناعه الانسان. واحد تجي له وما يعرفش اللي هو جاله اصلا. ولكن مشكله الناس دي في ايه؟ في حاجه واحده بس، اللي هو بيبقى حامل الميكروب وهو مش عارف فبيعدي غيره. واحده تقول لها، تتصل باختها، ده انا الواد طول الليل سخن وعمال بيرجع وتعبان ووديته للدكتور وما نيمنيش. دي بقى في المثل بتقول ايه؟ ام العيال كداب. تيجي اختها تزور الولد تلاقي الواد بيقابلها على السلام عمال بيلعب. ليه؟ الواد مناعته حلوه وخد اي دور برد انفلونزا وبقى كويس وتعالج منه ومش هيبان عليه اعراض. ولكن المشكله اللي احنا في عاداتنا وتقاليدنا بنروح نزور اهالينا، بتاخد عيال وعيل عنده برد، عيل عنده انفلونزا، هي وتروح تقعد ويا ايه ده ماما، ده تبوس الولد والواد يبوسها وتحضن الولد. فالناس الكبار دول بيبقى عرضه للاصابه وهم ما خرجوش وهم مظلومين، هم قاعدين في البيت. هنقول هي جات لهم من ايه؟ جات لهم مننا احنا، من خروجنا. فالنصيحه الاولانيه ارجوكم، احنا دلوقتي في الحظ واخدين لغايه الساعه 5 الساعه 7، كل الكلام ده مش نافع. احنا هنقعد شهر واثنين وثلاثه في الشكل ده مش هينفع. لازم العجز كامل على الاقل 12 يوم. لو حصل القصه دي احنا قضينا على الفيروس ده تماما. في حاجه تانية بقى، انا بصفتي اخصائي صدر عايز اوجه لكم. انا شفت حالات انفلونزا طيور وخنازير وشفت الكورونا. هي القصه كلها في صورة الأشعة. أي واحد مريض بيجي لنا العناية بنبص على التذكرة مكتوب إيه؟
صعوبة في التنفس. يعني ايه صعوبة في التنفس؟ صعوبة في التنفس دي حاجات كتير. أزمة صدرية بتجيب صعوبة التنفس، سدة رئوية بتجيب صعوبة التنفس، أزمة قلبية واحتقان في الرئتين بتجيب صعوبة في التنفس، التهاب رئوي بيجيب صعوبة في التنفس. ولكن في وصف وفي فرق ما بين الحاجات دي. الرئة دي اللي انت عارفينها الفشة لونها بني وفيها حويصلات هوائية، مجرد ما بيجي الفيروس ده بيجي في الرئة دي بيدمر الحويصلات الهوائية اللي موجودة في قلب الرئة، بيكسر الجدار بتاعها ويطلع سائل وإفرازاته، وبعدين بيتكاثر من خلية لحوصلة حويصلة، فبياخد شكله كده. ممكن واحد يمسك أشعة مش واخد باله يقول ده ايه احتقان في الرئتين، في واحد تاني يقول التهاب رئوي، وكلهم شكل بعض في الأشعة، وممكن يبقى عنده المجروب ويجي له التهاب رئوي برضه، يبقى عنده التهاب رئوي وتكسير في الحويصلات الهوائية ومديله ترشيح مية، وممكن يجي فيها مية في الرئتين ويقول ايه ده التهاب رئوي. هي شكلها في الأشعة باين، والمتخصص بيعرف يفرقها. تاني حاجة هو جهازنا المناعي، جهازنا المناعي عبارة عن صورة الدم، بناخد كرات الدم البيضة ونتفرج عليها، أول ما بيجي ميكروب بتيجي كرات الدم البيضة ترتفع في العدد، ويبدأ الجسم يسخن ويبدأ عايز يكون أجسام مضادة ضد الإيه؟ الفيروس اللي دخل ده، أيًا كان، حتى لو إنفلونزا عادية. بعد كده مناعة الجسم بتتغلب ويتكون أجسام مضادة، هتبص تلاقي الدنيا هديت والحالة اتحسنت. في واحد بيتحسن في يوم، واحد يتحسن يومين، واحد يتحسن في ثلاثة، واحد يتحسن في أربعة. في واحد ما يتحسنش، دول بقى اللي أنا الناس اللي قلت لكم عليهم في الأول، اللي هم الأمراض اللي بيحملوا أمراض صعبة، هم دول اللي بيأثر عليهم الفيروس. تاني حاجة لما الفيروس ده بيصيب بيخلي كرات الدم البيضاء اللي هي عليت دي تبص تلاقي تنزل، اللي هي بتاعت الأجسام المضادة، تبص تلاقي كرة الدم البيضاء بتنزل والجهاز الليمفاوي بيضعف، تبص تلاقي الميكروب اتمكن منه، عمل له فشل تنفسي حاد، أكسجينه وقع، دخل على جهاز تنفس صناعي، بقت الحالة صعبة. هم دول الناس اللي احنا بنخاف عليهم. فأرجوكم في النقطة دي، أنا بقول لكم كلنا عندنا فيروس، أنا وأنتوا. فحضرتك أي طبيب ده السماعة نص متر، يعني أنا نفسي في نفس المريض بقول له خد نفسك، ممكن غصب عنه أو بمزاجه يكح في وشي، فلازم أنا آخد احتياطاتي، بحط ماسك على وشي وممكن أنا أغطي وشه بهدومه وأقول له ود وشك الناحية التانية، وأنا كده بعد كده بغسل وشي عادي حتى لو كح في وشي، إنما أنا قريب منه والهواء بدليل لو هو عن طريق الهواء كان الدكاترة كلها اتصابت بالفيروس، ولكن ده ما بيحصلش، هو بيجي عن طريق الرذاذ، والرذاذ بيجي على الأسطح، وتبص تلاقي نفسك موجود على أي مكان أنت كحيت فيه بيقعد لمدة 3 أيام، والهواء ما بيأثرش ما بيديش عن طريق الهواء. ده أي الفيروس بتاعنا ده. بالنسبة الرسالة الثالثة، العلاج اولا كله لغايه وقتنا هذا على مستوى العالم كله بيقول اي كلام. الوضع كله دلوقتي مناعه الانسان، كله هيتكلم بعد كده وكل العالم هيتكلموا عن المناعه، وهيبقى الجهاز المناعي ده وتقويته دي اهم حاجه. انا دلوقتي ممكن مش شركات الدواء تشتغل على القصه ديت، ممكن بتوع العطاره يشتغل على القصه ديت، ولكن انا بقول لكم دلوقتي اهم حاجه ان انا اقوي مناعه المريض ازاي. طب ده انا عنده سكر وما تابعوش والسكر مش منتظم، طب ما انا مناعتي ضعيف، ما انا لازم اعالج الامراض الاساسيه اللي عندي. سكرك تظبطه، السكر ده مصاحب احيانا بالضغط، الضغط ده بتاخد له علاج ولا لا؟ ما انت ما خدتش علاج هيضخم لك العضله بتاعت القلب وهيديك ترشيح ميه وهيضعفك. ثالث حاجة بالنسبة للحالات النفسية، الحالة النفسية بتاعت المريض دي مهمة جدا. في حاجة اسمها الكورتيزول، الكورتيزول دوت
ماده بتفرزها الغده فوق الكلويه، وديت بتزود الكورتيزول في الجسم والجهاز العصبي، ده بيدمر خلايا الدم البيضاء وبيقلل مناعه الجسم. فاهم حاجه؟ الحاجه النفسيه، احنا المفروض يكون حالتنا نفسيه كويسه، مش خايفين من بعض، مش مرعوبين بالشكل ده، احنا خايفين على الناس الكبار، احنا هنقدر نستحمله، كل السن الصغير هيقدر يستحمله، هيجي لك ومش هتعرف، ولكن انت تبقى حامل به هتعد اقرب الناس لك وانت ما تعرفش. فارجوكم العزل مهم لمده 12 يوم بس. الناس وقف حالها، وشهر رمضان جاي وعايزين نصلي، وارجوكم العزل. بالنسبه ايه هي الحاجات الادويه اللي بعد شغل المناعه؟ تشرب ميه عشان الميكروب بيجي في الحلق، اشرب ميه دافيه. فيتامين سي موجود عندنا في الليمون وفي البرتقال وفي كل حاجه. الخضروات، قول خضروات خضر. المكسرات، خد كل حاجه دي بترفع المناعه. ولكن الطريقه اللي جايه والعلم اللي جاي في العالم كله هيشتغلوا على المناعه، بس اهم حاجه وقبل ادويه المناعه لازم كل مريض يظبط نفسه. انت عندك مشكله في القلب، كوليسترولك عامل ايه؟ لازم تاخد دواء للكوليسترول وتاخد حاجه للسيول، هيحصل لك فيه كسور في الشرايين التاج، هيحصل لك مضاعفات بالسكر، قدم سكريه، الكلى هتتضرب، العين هيحصل فيها مشاكل في الشبكيه. فارجوكم اهم حاجه في الناس الكبار يظبطوا الحاله المرضيه، ده اهم نقطه، اهم حاجه في العلاج. كل مريض من النهارده زي الحمله بتاعت 100 مليون صحه، الامراض غير الساريه خلاف فيروس سي، اكتشف ناس كتير ان هم عندهم سكر وما عندهمش فكره، عندهم ضغط وما عندهمش فكره، ولا بيعرفوا ولا بيتابعوا. مفيش مريض صدر بيتابع مظبوط، هو التقى نفسه اعراضه خلصت خلاص. ده انت يا مريض السده الرئويه الرئه بتاعتك اصلا عامل زي استك الشراب اللي فك، يعني انت كده كده مكتوم وبتتنفس في حوالي 30%. لو جالك شويه برد انفلونزا عاديه ماهيش كورونا، هيقفلوا لك الشويه دول ومش هتعرف تاخد نفسك. فمريض الصدر، مريض الجيوب الانفيه اللي هي بتسقط من ورا، الجيوب الانفيه بتسقط من ورا، تبص تلاقي مسقطه على صدره البلغم ومش عارف ياخد نفسه، ما الجلده بتاعت الانفيه بايظه وبتسقط في الحوض كتبت هول. وفي ناس تقول له ده انت عندك حساسيه في الصدر، وهي جايه من التهاب الجيوب الانفيه. فاي واحد عنده جيوب انفيه لازم برضك ياخد علاج الجيوب الانفيه مع علاج الصدر. بالنسبه للناس تحسن حالتها النفسيه، الحاله النفسيه مهمه جدا. وفي النقطه الرابعه اللي عايز اتكلم عليها، احنا عايشين في مجتمع، المجتمع دوت اهلنا كلهم. دلوقتي لما في حاله بتظهر عليها اعراض، فشغل الوقائي بيجي يشتغل بيشوف شغله، يعقم البيت، يعمل القصه بتاعته. فالناس بقى احنا كلامنا كتير وبنجرح اهالينا اللي هم مجروحين اصلا. وبعدين انت يعني ايه اللي عرفك؟ ما انت ممكن تبقى زيهم. فارجوكم بلاش حد يتكلم على حد، وعايزين كل واحد يلزم بيته، وبلاش اللي احنا ننقد الناس. الناس ديت اي واحد عنده مصاب هو كويس، ده فقط شهيد. ما هو الدكاتره اتصابت والتمريض اصطاب في مستشفيات كتير، شهداء. فقال واحد اي حد بيتمنى انه يموت شهيد، ده الوحيد اللي بيقول له ربنا رجعني تاني عشان اموت الشهيد. فاحنا ما نجرحش اهلنا، وما نقعدش نقول ده عنده وناخدها موضوع سخريه وكلام. معلش ارجوكم حافظوا وطيبوا بخاطر الناس دي ونحترم شعور بعض، وشكرا.